السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في فيلا أحد عملائنا الكرام، حيث قمنا بتركيب أجهزة زجاجية متحركة أوتوماتيكيا Vertical Sliding. هذه الوجهات تتكون من 3 ظلف، ظلفة ثابتة بالأسفل وظلفتين متحركتين بالأعلى، مركب عليها أيضا زجزاج فلاي سكرين. عندما نريد فتح الواجهة يتم إقفال زجزاج فلاي سكرين، وبالتالي عندما تكون الواجهة مفتوحة الفلاي سكرين يمنع دخول أي من الحشرات إلى داخل المنزل أو إلى داخل الغرفة. وإذا تم فتح الواجهة تصبح الواجهة عبارة عن درابزين، وعندما يتم إقفالها تصبح عبارة عن واجهة زجاجية محكمة. عندما يتم إقفال الواجهة يتم فتح الزجزاج فلاي سكرين، فتصبح الواجهة شفافة والمناظر الطبيعية واضحة من خلفها تماما. الآن تم إقفال الواجهة تماما، الآن يتم فتح زجزاج فلاي سكرين، فتصبح الواجهة شفافة والرؤية واضحة من خلالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.